لما بتكون في حضارة قديمة قاعدة ومستوطنة مكان بعينه، وتيجي حضارة جديدة وتفتح المكان ده، مثلا بنتكلم على مكان واسع قوي، مش كل المدن اللي موجودة في المكان الواسع ده وفي النطاق الواسع ده فتحها بيكون مهم قوي او بيكون حتى مؤثر قوي، لان في نقط معينة تعتبر مراكز للحضارة القديمة السيطرة عليها كان مهم جدا علشان تحافظ على وجودها في المكان ده لقرون كتير، زي بغداد في العراق والقاهرة في مصر. لو تم غزو بغداد او القاهرة، العراق ومصر الاثنين الشام بقى كانت واحدة من المدن المهمة جدا فيه، كانت هي مدينة دمشق. من قرون فاتت ودمشق تعتبر هي مركز حكم الشام عند الحضارات الكتيرة اللي جم حكموا الشام، شفنا ده في فترة حكم الإسكندر وفي فترات حكم السلوقيين من بعده. حتى البطالمة لما كانوا بيستولوا على سوريا زي ما شفنا قبل كده كانوا بيعلنوا ان دمشق هي مركز الحكم، مدينة مهمة جدا ومركزية جدا ومحورية جدا بالنسبة للشام كله. فخلونا في الحلقة دي نتكلم عن خروج دمشق من عباءة الرومان وفتحها على ايد العرب المسلمين. اخيرا وصلنا لنقطه هنشهد فيها فتح مدينه دمشق. تاكد طبعا انك عامل لايك مشترك في القناه فعل التنبيهات عشان تجي الحلقات الجايه اول باول. شكرا بكل تاكيد لكل الداعمين على باتريون فودافون كاش وباي بال، دعمكم يبقى نستمر في انتاج وصناعه المحتوى. كمان شكرا لكل المنتسبين على القناه اللي عملوا كان زر الجوين الموجود جنب زر سبسكرايب، و مش عايزين نطول كتير خلي الحلقه تبدا. وما لقي اليهود ابدا فرقه من الفرق تصرخ الله أكبر إلا انهزموا أمامه. This is a people who is discriminated is fighting for his rights. This is a story. لا تصالح ولا تتوخى الحرب. على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. خلينا نراجع الاحداث اللي فاتت مع بعض علشان نعرف احنا واقفين دلوقتي فين وايه الموقف الحالي للقوات المسلمه في الشام. في الوقت الحالي احنا واقفين عند حصار محكم معمول على مدينه دمشق. المسلمين بالحصار بتاعهم منعوا اي مدد ممكن هرقل يبعته انه يوصل على مدينه دمشق، سواء المدد ده كان عن طريق مساعدات غذائيه او عن طريق جيوش جايه تحارب الجيوش المحاصره للمدينه اصلا. كان بيحصل صد للهجمات دي زي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت، والموضوع ده قعد فترات طويله لحد ما الحاميات اللي جوه اعلنوا ان هم عايزين يعملوا معاهدات سلام نسلم مدينة دمشق للمسلمين دون الدخول في قتال معاهم، لكن هرقل بيبعت لهم المراسيل وبيقول لهم لا استنوا ما تعملوش معاهدات وحاولوا ان انتوا تثبتوا قدر الامكان وتحاربوهم قدر الامكان واحنا كده كده هنبعت لكم مدد، ورسم لهم خطط جديدة تخليهم يقدروا يتعاملوا مع الحصار. فخلونا بقى نكمل كلامنا من هنا. الحاميات البيزنطية اللي كانت موجودة جوه دمشق كانت مقتنعة تماما ان هرقل هيبعت لهم مدد. مش معقولة يعني دولة زي الدولة البيزنطية هتفرط في مكان مهم زي دمشق، احنا مدينة مهمة جدا بالنسبة لهم فلازم حافظ علينا. وبالتالي رجعوا في الصلح وسحبوا ايديهم من ايد المسلمين واعلنوا استمرار الحصار. فهنا المسلمين شافوا انهم لازم يضيقوا الحصار اكتر واكتر، وبشكل متكرر كانوا بيستمروا في عمل هجمات على ابواب المدينه علشان خلاص بقى طالما طلبوا الصلح مره يبقى هم اضعف بكتير جدا من انهم يستحملوا الحصار فترات اطول. لكن بوابات واسوار المدينه كانت اصعب من ان المسلمين يقدروا ان هم يتعاملوا معاها اثناء يقظه الجنود الرومان، وركز على الحته دي. فرجع المسلمين لسياسه النفس الطويل اللي طبعا في الوقت ده ما كانتش في صالح البيزنطيين خالص، لان ولا هرقل بيبعت مدد وفي نفس الوقت اهالي دمشق نفسهم شافوا ان هرقل خلاص تخلى عننا، احنا مستنيين ايه؟ احنا لازم نتصالح مع المسلمين، لان زي ما قلت لك هرقل كده كده مش هيبعت قوات والمسلمين هم كمان لن يتخلوا عن المدينه، وازاي هيتخلوا عنها وهم بيفتحوا الشام كله؟ فبيتجمع مبعوثين من اهالي دمشق مع قائد الحاميات البيزنطيه اللي موجود في المدينه وبيقولوا له خلاص بقى احنا لازم نتصالح معاهم دلوقتي. هنا القائد البيزنطي شاف انه كده كده مش فارق معاه حاجه وقرر انه مش هيستمر في حاله الحصار، لازم نحارب المسلمين. هتحاربهم فين يا عم الحاج؟ اكيد هحاربهم بره اسوار المدينه. حركه مش عارف هي ذكيه ولا لا، خلينا نشوف هتأدي لايه. المهم انه بيستطلع الاحوال من اسوار المدينه وبيشوف ان القوات اللي يقدر ان هو يحاربها هي قوات شرحبيل ابن حسنه اللي كانت بتقدر بحوالي 5000 مقاتل، وكانوا معسكرين على باب غير رئيسي من ابواب المدينه. الابواب الرئيسيه كان واقف عندها خالد بن الوليد وابو عبده بن الجراح، انما باب شرحبيل ابن حسنه تقدر تقول ان كان ضعيف نسبيا يعني. وفعلا على غير المتوقع الرماه في يوم من الايام بيطلقوا السهام بشكل عنيف على المسلمين، فتراجع المسلمين عن الباب وبقى في مساحه يخرج منها جيش الروم. خرجوا من ابواب المدينه لاول مره من وقت الحصار علشان تبدا معركه شرسه بين الحاميه البيزنطيه وبين قوات شرحبيل ابن حسنه اللي طبعا اظهرت تفوق ملحوظ في القتال، اسقطت عدد كبير من القوات البيزنطيه حتى ان قائد الحاميات البيزنطيه بنفسه سقط مصاب في ارض المعركه علشان تلجا القوات انهم خلاص ينهوا المعركه ويشيلوه ويدخلوا
يدخلوا ابواب المدينه مره تانية ويقفلوها. هنا القائد بيكون مثار وغضبان جدا، هو ما هزمش بس، ده كمان اصيب اصابه في عينه، واحده من عيونه خلاص مع السلامه اتضرب فيها سهم، فخلاص كده هو بقى ليه طار مباشر مع المسلمين. فقرر ان هجومه الجاي هيكون مدبر ليه بحكمه ومركز اكتر وذكي اكتر. وفي نفس الوقت القاده كان عندهم اضطراب كده، القادة المسلمين طبعا، لان ايه الجرأة اللي تيجي عند الحاملات البيزنطية اللي جوه ويخرجوا بره المدينة ويحارب القوات المحاصرة ليهم؟ دي تعتبر عملية انتحارية، محدش بقى متوقع الروم ممكن يعملوا ايه تاني. فبدأ يكون في حالة استنفار على كل الابواب، والخطة كانت ان قائد الحاملات البيزنطية هيعمل هجوم مركز على قوات شرحبيل ابن حسنة، لكن في نفس الوقت قوات الرماة هتكون موجودة على اسوار المدينة تمنع اي قوات ما ان هي تتقدم علشان تروح تساعد جيش شرحبيل. وفي نفس التوقيت هيطلع سرايا في اتجاه كل الابواب يحاربوا القوات علشان يشتتوهم، ويقدر القائد البيزنطي انه ينتصر على اي لواء من ألوية المسلمين اللي محاصرين المدينة، واللي تقدر عليه اي قوة من القوات هيكون ممتاز جدا. قدروا يقتلوا قائد هنا مثلا، قدروا ان هم يقتلوا عدد كبير من المسلمين هنا، قدروا ان هم يغنموا اي حاجة من المسلمين، دي طبعا هتكون حاجة ممتازة جدا، لكن الهدف الرئيسي كان القضاء على قوات شرحبيل ابن حسن. وخلينا نشوف ايه اللي حصل على جميع الابواب، وهنبدأ بقوات ابو عبيدة بن الجراح، كانوا موجودين على الباب المكلف به، وقدرت قوات ابو عبيدة بن الجراح انها تصد الهجوم بكل شجاعة واستبسال. المعركة ما خدتش في ايديهم غلوة، قوات يزيد بن ابي سفيان عانت في بداية الهجوم عليها، لكن كان في فرقة متحركة على جميع الابواب بتقدم المدد بقيادة ضرار ابن الازور، قدرت انها تنقذ الموقف وتحسم المعركة المصغرة دي لصالح المسلمين. كمان على باب خالد بن الوليد كانت القوات البيزنطية بتحرز تقدم على القوات اللي مواجهة للباب بشكل مباشر، لكن عند وصول خالد بن الوليد للمعركة بالمدد كان وصوله حاسم وأنجز الموضوع في صالح المسلمين. لكن دي كلها كانت معارك صغيرة مقارنة بالمعركة الأبرز اللي كانت موجودة عند باب شرحبيل ابن حسنة، اللي كانت القوات فيها داخلين في صراع عنيف جدا وبيسقط من الطرفين قوات كتير، حتى ان القادة نفسهم بيتقابلوا في أرض المعركة وبيتبارزوا مبارزة منفردة جوه المعركة. لكن برضو في المعركة دي كان المسلمين بيثبتوا شجاعة ليس لها وصف، وبيجبروا قوات الروم على الانسحاب والدخول داخل أسوار المدينة مرة تانية. فالمسلمين قدروا ان هم يكبدوا البيزنطيين خسائر لم يكن اي احد يتوقعها، وبكل تأكيد خسائر بتمنعهم من التفكير في الحرب مرة تانية، وبتضعف طبعا قوتهم في امكانية الدفاع عن المدينة. فبيكون الرأي جوه المدينة ان خلاص تسليم المدينة امر مفروغ منه، لكن بنتكلم بس على الميعاد، كده كده المسلمين هيدخلوا المدينة هيدخلوها. اهل المدينة كانوا عاوزين ينفذوا بجلدهم بقى، خاصة وان ما بقاش فيه وقت، المسلمين كده كده لازم يدخلوا المدينة. تقولي ليه؟ اقول لك ان القادة خاصة خالد بن الوليد منهم كان بيفكر ان المسلمين لازم يتموا المعركة دي ولازم يخلصوا فترة الحصار دي قبل دخول فصل الشتاء، لان اغلب قوام الجيش المسلم من العرب من شبه الجزيرة، مش متعودين على اجواء البرد القارس اللي بيحصل في سوريا. الجو بيكون بارد جدا، زائد ان بيكون في تساقط للجليد وتساقط للامطار بشكل كثيف، ودي بيئة العرب ما تعودوش ان هم يحاربوا فيها، فلازم عملية الفتح تتم قبل دخول فصل الشتاء. وخالد بن الوليد كانت عنده حاجة طبعا هو كان مشهور بيها، وهي الجواسيس. كان ليه جواسيس كمان جوه المدينة. الجواسيس لقوا وسيلة يتواصلوا بيها مع خالد بن الوليد، وقالوا له فيها ان المدينة النهاردة بتمر بحالة مناسبة جدا لقيام المعركة. المدينة كان فيها حاجة زي عيد كده، وبالتالي الحراسة كانت قليلة على الابواب. فهنا خالد بن الوليد بيقرر انه هيعمل عملية انتحارية، هو وثلاثة من المسلمين، منهم القعقاع. القعقاع ده اسم مهم جدا، وبعدهم بيجي حوالي 100 من الجيش. تقول لي وايه هي المهمة؟ اقول لك المهمة انه هيتسلق اسوار المدينة ويفتح الابواب من جوه. بس خليني اقول لك ان دمشق في الوقت ده بالكامل كان في خندق مياه مفحوط حوالين السور. قدر خالد واللي معاه انهم يعدوا الحواجز دي ويطلعوا على السور فعليا، وبكل استبسال خالد بن الوليد والرجالة من معاه بيقدروا ان هم يفتحوا ابواب المدينة. ولواء خالد بن الوليد في ليلة واحدة بس بشكل مفاجئ بيقدر ان هو يخترق اسوار المدينة ويدخل جوه مدينة دمشق بدون اي مقاومة تذكر لقوات خالد بن الوليد. حرب كانت مشتعلة برضو عند البوابة دي من القوات البيزنطية وبين قوات خالد بن الوليد، لكن هنا كان في فراسة من قائد البيزنطيين اللي هو كان لسه مصاب دلوقتي. قدر ان هو يفهم ان مش كل الابواب حصل منها هجوم، باب خالد بن الوليد بس هو اللي بيهاجم وبقية الجيوش لسه نايمين، اذا ده كان قرار منفرد من خالد بن الوليد. فبدا هنا يعمل حركة خبيثة جدا، طلع رسل من عنده على ابو عبيده بن الجراح وقالوا له خلاص الحاملات البيزنطيه اللي جوه بيقولوا لك تعالى اتفضل خش المدينه دلوقتي حالا، احنا سلمنا المدينه واستسلمنا ليك. هنا ابو عبيدة
من الجراح بيفرح جدا وبيقرر انه هيدخل المدينة من البوابات. في نفس الوقت بيبعت لجميع القادة ان خلاص المدينة فتحت ويلا استقبلوا البشرة وادخلوا المدينة انتوا كمان. وفعلا ابو عبيدة من الجراح بيدخل المدينة وبيفرح جدا بالتسليم اللي حصل، لكنه بيتفاجأ بقوات خالد دخل عليه عمالة تقتل وبتغزو المدينة، وهنا بيبقى فيه ارتباك. الاثنين القادة بيقفوا قدام بعض في ذهول. ابو عبيدة مستغرب من خالد بن الوليد اللي دخل المدينة من غير ما ياخد اذنه، وكمان لما بيقول له اوقف القتال وخلاص المدينة استسلمت بيزعق فيه خالد بن الوليد وبيقول له لا احنا هناخدهم اسرى. خالد كان مستغرب من موقف ابو عبيدة، كان شايفه مش عاوز الحرب ومش عاوز ينفذ قواعد الحرب، لكن الشورى بين القادة كانت بتحسم الامر. خلاص تم الصلح على فتح دمشق بعد 4 شهور من حصارها. طبعا ابو عبيدة من الجراح بيقول لاهل المدينة خلاص انتم امنين طالما هتدفعوا الجزية، اللي عاوز منكم يفضل قاعد يفضل قاعد، واللي عاوز يسافر يسافر، كل واحد حر. فبيقرر اغلب اهالي المدينة السفر على مدينة انطاكيا. هنا ابو عبيدة من الجراح بيشوف ان الاقامة في دمشق افضل حل وافضل طريقة علشان نقي الجيش المسلم شر الشتاء. وبعد فتح دمشق بتبدأ عملية الاستعداد لفتح المدينة الاهم بعد كده وهي مدينة حمص. فيا ترى ايه الاحداث الجديدة اللي هتحصل وايه احداث فتح مدينة حمص؟ ده بكل تأكيد اللي هنتكلم عليه في الحلقة الجاية. فتأكد طبعا انك عامل لايك ومشترك في القناة وفعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقات الجاية اول باول. شكرا بكل تأكيد لكل الدعم اللي على باتريون وفودافون كاش وباي بال، دعمكم اليوم بيخلينا نستمر في انتاج وصناعة المحتوى. كمان شكرا لكل المنتسبين على القناة اللي عملوا كاونتر زرار جوين اللي موجود جنب زرار سبسكرايب. و بس كده، سلام عليكم.